جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من المستمع أحمد عبد المحسن الشريف، يعمل بعيدا عن البلد بمسافة تصل إلى 10 كيلومترات كما قدرها، ويقول إنه نظرا لتلك الظروف فإنه لا يستطيع أن يصلي في المسجد، وحينئذ فهو يصلي بمفرده. ما هو توجيهكم شيخ صالح؟ إذا كان العمل الذي يعمل فيه يبعد عن المسجد 10 كيلو متر فهذا معذور، صلي في مكانه والحمد لله. الحمد لله. نعم.